امبارح التهاني كانت مختلفة طبعا، من الشعب المصري، كانت من اللجنة الأولمبية، كان من النادي الأهلي، كان كمان زي ما انت اتكلمت من وزارة الشباب والرياضة، وكمان النادي الأهلي كان ليه تهنئة يعني وأخصها بالمنتخب الأولمبي، قال لهم عندكم لسه كتير جدا وأشياء أخرى منتظراكم في الفترة القادمة، فكل التوفيق إن شاء الله ليهم. يعني أنا شايفة إن كل الناس دلوقتي بتدعمهم، ويمكن دي التصريحات اللي كانت خاصة بميكالي لما سمعناها قبل كده، ما قال لك الفترة دي إحنا محتاجين طاقة إيجابية من الجموع. أعتقد حاليا انت حاصل يعني الأمنية دي محققة، كل الجهات يعني بتشجع، كل الجهات او خلينا نقول عندها الثقة في المنتخب الأولمبي. أتمنى يكون اللي جاي أفضل كمان في الفترات القادمة، مش بس في فكرة النتائج يا كريم، لا كمان في فكرة اللعب. أنا عايز أشوف لعب ممتع، ده مهم جدا. هو لو عايز يشوف طاقة إيجابية فرجونا أنتوا أداء أيوة إيجابي، فرحنا بالظبط وإحنا نضخ لكم طاقة إيجابية من هنا لغاية بكرة، طبعا ما عندناش مشكلة في هذا الإطار.